Autriche, oui. جرات المسابقات ديال الهوات في الصباح، كذلك مسابقات الشبان ومسابقات الإناث المحترفات، والآن مسابقات المحترفين الرجال. ها هما الآن كان الكوكبة، كتلاحظوا الكوكبة سباق الدراجات، سباق الدراجات اللي كيعرف 40 متسابق من عدة دول، يعني 20 دولة اللي مشاركة في هذا الترياتلون العرائش، جميع الفئات، فئات الهواة، فئات شبان، كذلك فئات المحترفين رجال ونساء. بالنسبة للنتائج، بالنسبة لفئات الفتيات المحترفات، احتلت المرتبة الأولى الألمانية، ثم المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك دخلت في المراتب يعني متقدمة أستراليا وكذلك هنغاريا. أن جرات قبل قليل حوالي الثالثة والربع انطلقت المسابقات ديال، حنا دابا كنتواجدوا في خادين تشيتا اللي معروف بالعريشة وحديقة الأسود أو حديقة إسبيريديس. هذه كوكبة أخرى وصلت ديال المتسابقين. أن جرات كتجري مسابقات ديال الدراجات، قبل جراو في البحر، يعني انطلقوا من الشاطئ ديال راس الرمل وجراو ودخلوا، شاركوا المغاربة، مشاركة أبطال جود المغاربة اللي هما داخلين هاد المحترفين، كاين بدر السيوان، كاين متسابقة، كاين متسابقين كثار مشاركين المغرب هاد العام هذا، اللي كيأهلوا يعني ما أبطال أهلهم يعني يكونوا مشاركين في الألعاب الأولمبية، وكذلك حاضرين أبطال أولمبيين في هذا السباق. المستوى ديالو التقني يعني أسبوعة أو حديقة الأسود خالدين تشيتا، معروف عند العريشيين هذا أحسن الفضاءات، يعني العريش معروفة بها. هاد الترياتلون كما كتعرفوا راه الالعاب الثلاثيه، تري يعني ثلاثه، هي من الانجليزيه تري، اتلون يعني سباق العاب ثلاثيه، وهي مسابقات الجري، مسابقات السباحه، مسابقات الدراجات. يعني الالعاب الافريقيه لا يعني حتى هو، لاحظوا ها هو المتسابقين الان في الدراجة داخلين. هما اللي مرتبين الاولى اللي كيتقدموا الكوكبة الاولى يعني ديال السباق، هادو هما الاولى، ومن بعد ما يعيسالوا من البيكالا ومن كيتسمى عيسالوا من الدراجة غادي يعملوا جري، هو الاخر بحال المسافة عاوتاني طويلة، يعني تقريبا كيجريو اكثر من 6 كيلومتر يعني جري. ها هي العريش خاوية، العريش خاوية اليوم، حيت اليوم الترياتلون يعني ما كاين لا حركة السير ولا والو، يعني كلشي الشوارع كلها خاوية. هذا المحيط ديال اللي كتجري فيه السباق، هذا شارع محمد الخامس، وهو من أكبر الشوارع الرئيسية في مدينة العرائش، اللي كيتلاقى مع شارع عمر عبد العزيز كوادرو كامينو، يعني في أربع طرق، يعني من تما كيمتد أكبر شارع اللي كيربط مدينة العرائش يعني بالجهاز.
اللي توحشوا خاردين تشيتا ها هو. علاش كيتسمى خاردين تشيتا؟ لان الاسبانيول كانوا كيعملوا فيه واحد القرد هنايا، كان واحد القرد هنايا كي معروف هنايا كيجيو يتفرجوا فيه العيال وكي يعني وكي. ودابا خاردين السبعه راه هو يا كاين واحد السبعه راه هو. الاغلبيه اللي عنده النوستالجيا مع العريش عاد تلقاه ركب هذاك السبعه راه ولا يعني يلعب معاه ولا شي حاجه. راه هو حديقه الاسود موجود تما واحد جوج. توجت على المانيا في مسلسل المحترفات بالمرتبه الاولى، ثلاثها في المرتبه الثانيه الامريكيه، وجاءت في المرتبه التاليه. اما ما عندناش النتائج النهائيه ولكن اما هنغاريا او استراليا، يعني لم نتاكد بالضبط من النتائج النهائيه، ولكن هناك يمكن التعرف الان مباشره على النتائج من صفحه الويب للاتحاد الدولي، اتحاد الدولي الذي يعني هو يشرف على هذه المسابقه بالاضافه الى الجامعه الملكيه. المسابقات ديال الجري لان ملي كيساليو المسافه ديال الدراجات كينتقلوا للمسافه ديال الجري، كتكون هي المسافه الاخيره. غادي نمشيو ندخلوا لشارع الحسن الثاني، وشارع الحسن الثاني هو اللي كتجري فيه مسابقات ديال الجري. كندخلوا في واحد الزنقه هنايا، هذا شارع مالك بن المرحل او محج مالك بن المرحل اللي كيعرفوه. هذا كان هو الباسيو كيتسمى عند عريشين، دابا راه الباسيو اللي معناها الباسيو اللي خرج يبغي يضرب شي جوله ولا يمشي مساريه. وفي الشمال كاملين معروفين، كل مدينه عندها واحد الشارع كيتسمى باسيو كيتساراو فيه وداك الشيء كيكون معروف، يعني المساريه كيمشيو يجيو فيه تلاقاو فيه وداك الشيء بحال هكذا. دابا حنا ماشيين في هذا الباسيو، غادي نمشيو للشارع الاخر الحسن الثاني اللي كتجري فيه السباقات ديال الجري، وهي اخر مسابقه اللي كيعرفها ترياتلون العرائش اليوم. من بعدها غادي يكون حفل تسليم الجوائز. إذا ننقلكم إلى أي واحد.